الخواتات مول الفطور. النوع الاول اختي سلمى، يلا نوضو نبداو فدوك الماعن نغسلوهم نحيدوهم علينا قبل ما يتجمعوا علينا حتى الماعن ديال العشاء. صافي انا نغسل الكيسان وانتي غسلي الطباسل. صافي اختي واخا، والكوكوط غادا نغسلها انا ياك؟ لا اختي خليني نغسلها انا بلا ما نعذبك، انتي غسلي هذاك الشيء الصغير وصافي. لا لا حشومه غسلتيها انت البارح، دابا نوبتي انا اللي خصني نغسلها. صافي اختي سلمى ميرسي بوكو ربي يخليك. المهم يلا نوضو خلاص نحيدوهم علينا. بصح اختي نحيدوهم علينا دابا. باش كيعجبوني بناتي تبارك الله صلاه عنبي، ملي بدا رمضان عمرهم دابزه على غسيل المواعن، ديما كيتعاونوا بزوج وكيغسلوهم. النوع الثاني اسمعيني انت نوبه فيك اليوم، انت اللي غادي تغسلي المواعن. انت عينا نوبه، الا نوبه كدوي عليها، النوبه فيا الصباح، نوبه فيا العشيه، نوبه فيا في الليل. لا صافي انت واقيله محنيه ولا نافسه، وسيري بحالك، النوبه فيك انت اليوم، انت اللي غادي تغسليهم. انا غسلتهم البارح. شنو هو؟ غسلتي البارح كاس وطبسيل، هذاك هو الغسيل. اليوم فيك كاين المواعن بزاف، اليوم انت اللي غادي تغسليهم. لا بقى فيك الحال وموتي بالسم، اطلبكي. اصلا ماما كتقول لي ما تدخليش الكوزينه ما تغسليش المواعن انت، لحقاش كنهرسهم ليها، ما كنعرفش نغسلهم. شنو زعما عنتي؟ حتى انا ما تنعرفش نغسلهم. البارح هرست ليها ثلاثات الكيسان وطبسيل ديال الطاوس. صافي انا هرست لها جوج زلايف اللي فيهم الزواقه وستة الكيسان ديال العنبه. كيف والو، انا هرست ليها سيربيس ديال الكيسان، دكدكت امهم كاملين، شتي هادوك الجداد اللي شريتهم، هادوك اللي فيهم الزواقه وعزاز عليها، ودكدكتهم كاملين، كل نهار كنت كنهرس واحد. هاي 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 هاي، تبارك الله صلى على النبي تبارك الله، وانا تنقول بمواعني فين مشاو؟ قولوا لي انتوما المقملات ها؟ انا بعدا ماما ما هرست والو، راك سمعتيها، هي اللي هرست. راهي كتكذب عليك ماما، اصلا انا ما خصنيش نبقى نغسل المواعن، لحقاش راك مشي نصلي التراويح. كذابه ماما، ما كتمشيش تصلي التراويح، راك كتمشي لواحد البلاصه لهيه لتحت. ويلي على المسخوطه، شنو كتمشي ديري تما؟ لا ما كندير والو ماما، كنبغي نزيد نربح الاجر، كنمشي نصلي التراويح في داك الجامع اللي لتحت لهيه. انا وصاحبتي فاتحه النقاشه كنبقاو غاديين في الطريق ونهضروا. صافي راه كتكذب عليك ماما، ما كتمشيش تصلي التراويح. كصحاب لك ما وصلاتنيش الهضره، وصلاتني خبرك وقالوا لي كل شيء. فاتحه النقاشه عندها اللحيه، ما كتمشيش ماما تصلي التراويح مع فاتحه النقاشه، كتمشي تلاقى بولد عائشه، كيمشيو لواحد البلاصه لهي لتحت في الظلام، والبنات كاملين قالوها ليا وتتبقى واقفه معاه. شنو كتمشيو تصليو النوافل حتى ولد عائشه؟ ها غادي ما كتبقى تعطل، ما كتشوفيهاش ديما كتعطل مو التراويح. ويلي 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 على بنت الحرام، ويلي ويلي شوهتني. فبلاتي بلاتي الله يحفظك. ايه قفرات اليوم حصلت قاصه، الله يحفظك. ويلي 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 خصني ندير شي حاجه. بلاتي بلاتي افهميني، انا كيفاش كنت كنمشي للطاوله؟ افهميني افهميني ماما، انا غادي نشطب حدا الباب وغنشطب الحومه كامله عاد انجي.